أحييكم أحييكم وبالأشواق نأتيكم فأغلى وردنا أنتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله فيديو جديد، وحبيت اصور معاكم وانا فوق على السطح زي ما انتم شايفين كده. الفراخ بتاعتي بسم الله ما شاء الله بشرت، وبشرت بدري قوي، يعني انا مفروض تبشر على 5 شهور او 6 شهور، بسم الله ما شاء الله بشرت على 4 شهور. فانا والله العظيم بجد يعني انا استغربت جدا، ازاي انا عمرها ما حصلت عندي، يعني دايما بيبشروا على 5 او 6. فحبيت ان انا اصور معاكم واوريكم البيض وافرحكم زي ما انا فرحانه كده بالخير اللي، وانا بحط لهم اكل عادي خالص، اكل البيت، شويه علف جنب الاكل كده اهو. انا كنت عامله طبعا محشي بتنجان وكده طلعته لهم، وشويه علف حطهم لهم، وعيش عندي برضو ابله كده واحطه اهو زي ما انتم شايفين. وساعات بخلط العيش على العلف، اخلطهم في بعضيهم كده واحطهم لهم، يعني على حسب اهو زي ما انتم شايفينهم كده ما شاء الله. طبعا مش معاهم ديك، انا كان عندي الديك لسه دبحاه بقالي اسبوعين، فما كنتش اعرف خالص اللي هم بيبيضوا والكلام ده، بس لقيت الديك طبعا طلعت كده الصبحيه بدري صدفه، احط اكل كده الصبح، فلقيت الديك عمال ياخد نفسه بطريقه مش قادر خالص ياخد نفسه، عمال يشد في نفسه بالعافيه، فاستغربت وقلت ماله في ايه ده. فلما لقيته طول كده في الموضوع افتكرت عنده زغطه ولا حاجه، فقعدت احط بقه في الميه كده واشربه مفيش، فقلت لا خلاص كده انا اذبحه بقى، انا كده خايفه عليه عمال يفرفر كده مش بيموت، لا هو مش عارف ياخد نفسه. فبعد ما ذبحته لقيت طبعا ايه، لقيته بلع لسانه، انا كنتش اعرف كده، اول مره تحصل، اول مره اشوف اعرف ان في حيوانات بتبلع اللسان الصراحه، يعني اتفاجئت بالموضوع دوت. فرحت جايه طبعا ذبحته، وبعد ما ذبحته فبنضف فيه وكده، فبفتح زوره بنضف فيه، لقيت طبعا لسانه جوه زوره، سبحان الله، يعني حاجه الصراحه الواحد اول مره يشوف كده، فعرفت بقى اللي هو كان بلع لسانه، اما غير كده كنتش هعرف، يعني لولا ذبحته ونضفته فعرفت. فالحمد لله على كل حال، قدر الله ما شاء فعل. فطبعا كنتش هعرف ان الفراخ بتبيض والكلام دوت، فكده بقى ان شاء الله لازم انزل بكره باذن الله اشتري لهم ديك، وهشتري معاه فراخ تاني ان شاء الله برضو. زي ما انتم شايفين كده الفراخ دي انا كنت جايباها عمر شهرين، وما شاء الله دلوقتي عمرها 4 شهور، وما شاء الله بدت بدري، بشرت بدري، الله اكبر عليها. انا بقى افرحكم باب البيض اللي انا لقيته، بس طبعا البيض ده خلاص كده مش هينفع اللي انا ايه اسيبه، اللي هم مش كان معاهم ديك فمش هينفع خلاص، فكده هاخده ده بقى، ده هاخد البيض دوت واسيب لهم بس كده ايه حاجه يبيضوا عليها، رقوده يبيضوا عليها، وبعد كده ان شاء الله اجيب لهم الديك، واي بيضه طبعا هيبيضوها هسيبها، ان كده هم ما شاء الله بقى ايه هيناموا بقى. فهوريه لكم كده ان شاء الله، ده هم بايدين في حته انا ما كنتش اعرف خالص، يعني بصوا انا صدفه كده طالعه اروق السطح واكنس لقيتهم بايدين في المكان اللي هناك ده، شايفينه؟ انا استغربت قلت ايه ده، بيخشوا ازاي ويبيضوا هناك ازاي وكده، انا ما كنتش اعرف. انا حاطه الكراكيب كلها هناك كده في الجنب زي ما انتم شايفين، كان عندي فراخ بيضه وحاجات كده يعني بربيها، فكل لما بذبح حاجه يعني بروح جايه لما ايه الكراكيب بتاعتهم وحطها ايه على جنب لما اجيب جديد كده، يعني بحاجات عندي يعني موجوده في الايه في البيت اهو زي ما انتم شايفين كده. فبالصدفه كده انا جايه اكنس وبروق، فلقيت ايه البيض ما شاء الله هناك كده في المكان ده. بصوا حبايبي اوريكم المكان اللي هم بايدين فيه، يعني لما الكراكيب كده ولما الحاجه كده على بعضيها، وهم بصوا يعني انا كنتش عارف ان هم هيبيضوا، عشان كنت عامل لهم مكان يبيضوا فيه، ده لسه قدامهم شهر او شهرين اهو زي ما انتم شايفينهم كده. بس بسم الله ما شاء الله، انا اتفاجئت الصراحه، وحتى بص البيض بتاعهم صغنطوطي ازاي، انا اوريكم كده هشيل الحاجه كده بالراحه، يعني الحمد لله مفيش حاجه وقعت عليهم، مفيش حاجه وقعت واتكسرت الحمد لله اهو زي ما انتم شايفينهم كده، الله اكبر عليهم، في صغير وفي كبير يعني شكلهم من اول طبعا البيت بتاعهم كان صغير وبعد كده كبر اهو. بصوا ما شاء الله، هطلعوا كده معاكم بقى في الطبق ووريه لكم كده اهو يا حبايبي، انا حطيتهم اهو في الطبق اهو زي ما انتم شايفين. بصوا بسم الله ما شاء الله بجد الله اكبر عليهم، انا ما صدقتش خالص بالبيت دوت. انا في مره برضو الفراخ من فتره كده من سنه، الفراخ عملت فيا برضو نفس الفصل ده، بس كان بيض اكتر من كده اقسم بالله،
يعني كان عندي في السطح كان في رملة وكده، والفراخ كانت بتبيض جوه الرملة، وكل ما اطلع ملقيش بيض، اقول الله هم قطعوا كده بيت بدري، طب ازاي، طب مش عارفة ايه. فبقيت مستغربة، فضلوا فترة طويلة، وفي الاخر يعني لولا المحار كان بيوضب شقة اخويا، فبياخد رملة كده فلقى الرملة مليانة بيض، بقى يعبينا البيض، اقسم بالله العظيم زي بقول لكم كده، بقى عمال يعبينا البيض، عارف كده اللي هم نوح حلو كده، كنت جبت منهم ايه 10 فرخات ولا 20 فرخة على الحال دوت. فاقول الحمد لله على كل حال، يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.